تستطيع أن تصيد المزيد من السمك بعد العاصفة فعلا، أنا أعرف ذلك. نعم، تستطيعين أن تصطادي كثيرا من السمك أيتها الصيادة الفقيرة. اسكت. إذا اصطدنا الكثير من السمك هذا اليوم يمكننا أن نعطي ميمي. جيد، هذه فكرة جيدة. هيا نذهب بسرعة، انتظراني. يا للروعة، شكلهم جميل جدا. بنان ما بك؟ انظر هناك. ليس هناك جسر خشبي. لقد جرفت الامواج الجسر الخشبي، ماذا سنفعل؟ لن نستطيع الذهاب الى بيت ميمي. ها، هيا لنذهب ونخبر ابي. حسنا. كلا كلا يا ولدي، أمسك الآلة بقوة بين يديك. هكذا؟ نعم، والآن ادفعها باستقامة. حسنا فعلت، عندك القابلية لتكون نجارا جيدا يا مالك. شكرا لك يا والدي. مالك، مرحبا بكم. أهلا، لم أرك منذ مدة طويلة. سيد نور، نريد أن نسألك حاجة. ما هي؟ أن تصنع لنا جسرا. جسر؟ في الليلة الماضية جرفت الأمواج الجسر الخشبي. ماذا حقا؟ نعم، لقد قلت مرة بأنك ستبني جسرا جديدا يا سيد نور، وها قد انهار الجسر، فنريد منك بناء جسر جديد. جديد، نعم قلت ذلك. هل ستبنيه الآن يا سيد نور؟ رجاء. ولكن كنت دائما تقول بأن أمنيتك بالحياة هي بناء جسر متين على نهر جابجاب يا أبي. ولكني أخشى أن أكون عاجزا يا ولدي. سوف أساعدك بنشر الخشب، سترى بأني نجار ماهر. ونحن سوف نساعدك أيضا ونعمل بجد واجتهاد. وأنا سوف أحمل الأشياء الثقيلة. وأنا سوف أطبخ لكم. رجاء يا سيد نور. حسن، سأبذل كل جهد لبناء الجسر الخشبي بالرغم من شيخوختي. مالك أصبح يافعا يا سيد نور. نعم، وهذا ما يفرحني جدا. سيكون مالك نجارا ماهرا مثلك يا سيد نور. حسن، نأمل ذلك. القطع من هنا. والآن سأحدد لكم الاختصاصات. حسن. نعم، أنا المسؤول الأول والمشرف على بناء الجسر الخشبي، ومسؤول إدارة العمل سيكون مالك. إنها لمسؤولية كبيرة، كن جديرا بها. حسن. الجسر الجديد سيكون شكله هكذا. سيكون جسرا كبيرا. إنهم يعملون بجد ونشاط يا رحمون. أين السيد نور؟ دكتور، متى عدت من رحلتك؟ خبرني أين ذهب السيد نور؟ لقد ذهب إلى الجبال. شكرا لك يا سنان. سيد نور! ما الخبر دكتور نعمان؟ لقد وجدت والدي مالك بعد بحث طويل. والدي مالك؟ نعم، والدي مالك. كنت آمل أن أسمع عنهم أثناء سفري، وتأكدت من ذلك، وظهر لي بأنهم يبحثون عنه أيضا. نعم، وهكذا أصرحت إليك لأخبرك بالأمر. كنت أعلم بأن ذلك سيحدث في يوم من الأيام، ولكن قل لي لماذا تركوه؟ لماذا؟ حسن، سأخبرك، يجب أن تفهم كل شيء.
كنا نعاني من مجاعة فظيعة، ألا تتذكر كم كان عندنا من الماء أنا وأنت؟ لم يستطيعوا إعالة مالك بالرغم من رغبتهم الشديدة بذلك. إنهم يعيشون الآن عند الجبل وقد جمعوا ثروة طائلة، ولكنهم لم ينسوا ابنهم مالك. أعرف شعورك الآن يا سيد نور، أعرف كم عانيت 10 سنوات. دكتور نعمان، ماذا تقترح ونفعل الآن؟ اتخذ قرارا حول ما إذا ستخبرهم أم لا. دكتور نعمان، لقد وجدوا والدي مالك. ما الذي سيحدث له يا ترى وللسيد نور؟ سنان، هل تعرف أين والدي الآن؟ كلا. ما الخبر يا سنان؟ لا شيء. يا لها من نجمة كبيرة. نعم، النجوم أشكالها مختلفة. دعني أنظر. يا لها من جميلة. دعيني أنظر. هذا صحيح، إنه منظر رائع. نعم فعلا، لن أمل من مشاهدة النجوم في يوم من الأيام. سأذهب إلى العالم المجهول وأكتشفه. شكرا. شكرا لك. هل نستطيع العودة؟ على الرحب والساعة. سنراك غدا يا سيد نور. تصبح على خير. تصبحون على خير. هل ترغب بمشاهدة عالم آخر؟ نعم، إنني أرغب يا والدي أن أرى وأبحث وأكتشف كثير، إنني في سن الشباب. مالك، عندي شيء مهم يجب أن أخبرك به. ما هو؟ مالك، لقد وجدنا والديك. والداي؟ ماذا تعني بذلك؟ نعم، لقد وجدنا والدك الحقيقي ووالدتك. إنهما يعيشان عند الجبال. ألا ترغب بالتعرف عليهما؟ والدي؟ والدتي؟ كلا كلا، والدي الوحيد هو أنت. مالك، المكان الذي يسكنه والدك كبير وأجمل من الغابة، وسيكون بالنسبة لك عالما جديدا. كلا كلا، لا أرغب بتركك أبدا، ستكون وحيدا لو تركتك أنا. مالك، اسمعني جيدا أرجوك، لقد قلت بأنك ترغب بالتعرف على العالم، أليس كذلك؟ ولكن الأفضل أن تذهب إليهم. كلا كلا كلا. مالك، نور يبدو عبوسا هذا اليوم. ولم يحضر مالك، هل حدث شيء يا ترى؟ لا لا بنان، سأذهب لأراه. مالك مالك، هي مالك هي. هل ستذهب إلى والديك وتعيش معهم؟ ماذا سنان، كيف عرفت ذلك؟ لقد سمعت الدكتور نعمان يحدث والدك حول الموضوع. فهمت، لا أدري ما الذي يجب عمله. ولدي قال لي يجب أن أذهب، ويعتقد بأني سأكون سعيدا لو عشت معهم. سعيد؟ ويقول أيضا بأن العالم كبير والغابة ليست مكان الوحيد اللي عايش بها، ولكني لا أرغب بتركه وحيدا هنا، ولكنني أريد أن أبني الجسر. الجسر؟ إنها أمنية العمر بالنسبة له، وإذا تركته قبل أن ينجز بناء الجسر ستكون متاعبه كثيرة. مالك، أين أنت؟ والدي، أنا هنا يا والدي، ولدي خبر لك. قبل أن تخبرني أنت، عندي خبر لك. ماذا؟ اسمع، لا تقلل من شأني. ماذا تعني بذلك؟ لست متقدما بالسن إلى درجة تدفعك للتعاطف معي أو مواساتي. والدي، لا تهتم بي وبوضعي، أنت أصبحت الآن كبيرا ونجارا مقتدرا. ولكن ستكون عندك متاعب لو تركتك الآن. اسكت، لا تتفوه بكلمات فارغة. هذا شيء لا يحتمل، لماذا تقول ذلك؟ سأبني الجسر كله بنفسي، مفهوم؟ لست بحاجة إليك. عزن.
لماذا لم يفهم والدي موقفي؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم يفهمني؟ لماذا؟ مالك، هل البيت بعيد من هنا؟ نعم، يستغرق مني عدة أيام حتى أصلهم. مالك، هل ستذهب حقا؟ نعم. مالك، أنا زعلان عليك. بنان، إنه عمل مشين وأنا متألم جدا لوضع والدك. مع السلامة. مالك، مالك، نحن سنعمل جميعا بجد وإخلاص مع والدك، سنعمل جميعا. اعتني بنفسك. سوف أنجز الجسر في جميع الأحوال. فأبني جسرا جديدا على النهر. سيشعر مالك بالسعادة إذا أنهيت بناء الجسر. سوف أنجز بناء الجسر في كل الأحوال. سوف أنجزه في كل الأحوال. ما الذي حدث له؟ إنه يبذل جهدا مضاعفا. إنه يعمل كالمجنون. دكتور، هل تعتقد أنه بخير؟ إنني خائف عليه وأخشى أن يصيبه مكروه. إنه لا يستمع إلينا عندما نطلب منه التخفيف من عدة العمل. إنه في وضع خطر. ما الذي ينبغي عمله يا دكتور نعمان؟ ها؟ إنه وحيد بعد أن فارقه مالك. المطر. يا إلهي، الأمواج قادمة. ما الذي ينبغي عمله؟ يجب أن أؤمن الجسر وإلا ستسحبه الأمواج. ماذا؟ كلا، الأمر خطر جدا. هيا سيد نور. سيد نور، الأمر خطر هنا، هيا لنعد. كلا، مستحيل، سوف أحمي الجسر. لا تكن مجنونا، إن حياتك أثمن من الجسر بكثير. سنان، بنان، ساعداني لأخذه إلى البيت. هيا هيا. كلا، لن أترك المكان، سوف أحمي الجسر، سوف نشرفه لي إذا تركته. كلا. الجسر سوف تجرفه المياه، يجب إنقاذه. والدي. لا تخف يا سنان، عندما ينتهي الإعصار سنبدأ بناء جسر لن يتحطم أبدا. آمل ذلك. مالك.
المياه جرفت الجسر معها، لنستطيع بناء جسر لا تجرفه المياه. بل تستطيع يا سيد نور. كلا كلا، لا أستطيع، لا أستطيع بناء أي جسر. ماذا تقول سيد نور؟ لماذا لا يرغب في بناء الجسر؟ ألأنه لا يستطيع بمفرده؟ نعم، ولكن يجب علينا ألا نستسلم أبدا. دعونا نسأله ثانية، لقد وعدنا مالك ببناء الجسر الجديد. فعلا يجب الحفاظ على وعدنا. وما الذي نستطيع عمله يا سنان؟ اسمعاني جيدا. ها؟ أليست فكرة جيدة؟ دعنا نحققها. هيا لنحققها. نساعدك جميعا. أرجوك يا سيد نور، نرجوك يا سيد نور. لا فائدة من ذلك يا سنان، لا أستطيع بناء الجسر. ماذا يا سيد نور؟ إني آسف، مع السلامة. سيد نور؟ ها؟ أرجوك دعنا نبني الجسر سوية يا سنان. سنان، ألا تفهم ذلك؟ أنا لا أستطيع، أنا رجل عجوز. تعني أنك لن تستطيع بناء الجسر؟ هذا صحيح على الإطلاق. حسنا، تعال. مالك؟ أبي، أبي، أوه. أبي. مالك، لقد عدت أخيرا. والدي، لقد قررت عدم الذهاب إلى الجبل. لقد فكرت وفكرت وقررت العودة وبناء الجسر معك والآخرين. والدي، دعنا نبني جسرا جديدا على النهر يا أبي. حسن، هيا إلى العمل. سيكون هناك جسر جديد على نهر جاب جاب. هذا رائع جدا. ما الذي تنتظرونه؟ هيا إلى العمل، تعالوا وساعدونا. مالك، ادفعها بقوة واستقامة. هل نسيت ما قلته لك؟ سنان، نحن بحاجة إلى المزيد من الخشب. نحن بحاجة إلى العمل. هل لاحظت من النشاط الذي عاد إليه بعد عودة مالك؟ إلى العمل جميعاً.